المشاهدة عزيزي المشاهد، لو تدق الدنيا بابك بالمحبة افتح لها، انسى كل اللي جرالك منها يوم واضحك لها، ايه هتاخد منها قولي غير عسلها ومرها، ده القلوب الصبرة ربك راح يعوض صبرها. واحنا النهارده في برنامجنا حوار من قلب مصر، معانا فرقة هتتكلم عن الصبر والمصابرة واللي هم وصلوا له. اتفضل. اهلا بيك يا استاذ دانيال. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وانت خير الفاتحين. أعزائي المشاهدين، النهاردة حلقة جديدة ومتنوعة ومختلفة كالعادة. حلقة النهاردة بتتكلم عن الفن والزمن الجميل وجو المسرحيات وحب الوطن. النهاردة معايا فرقة بتقدم هدف وسعي. النهاردة معايا فرقة بتقدم هدف وسعي وحب للوطن والهدف والزمن الجميل. وهم ماشيين على سلم النجاح قابلهم رجل أعمال بدايته كان بيمشي بحلم وسعي واجتهاد وحب للخير وحب للوطن. وهدف رجل الأعمال والفرقة ليهم محطات كتير في حياة بعض، حطوا ايديهم في ايدين بعض وقدموا عرض مسرحي مميز، وقدم لهم عرض الشهرة وعرض النجاح وعرض التمييز. وهم ماشيين على السلم، أول عرض قدموه عزازيل والجميلة على مسرح ريفولي بوسط البلد. النهاردة بينورني ويشرفني الأستاذ ورجل الأعمال بسام محمد عبد العزيز، اللي بيشاركني دايما وبينورني دايما في حلقاتي ومساعد في الخير وبيمشي في الخير وبيمشي في حب الوطن، ودايما معانا وبيقول لنا احنا معاك، انا معاكم في حبكم وعشان مصر. اهلا بيك يا استاذ بسام. اهلا بحضرتك يا استاذ شكري، نورتني. اهلا بالساده الضيوف. ومعانا النهارده الأستاذ عادل عمار، الممثل المسرحي الفنان القدير اللي ابدع، اللي شفنا المشهد بتاعه وقلنا واو، ايه اللي الاستاذ عادل قدمه ده وايه الجمال ده، لدرجه ان كل الموجودين في العرض المسرحي ابكوا وبكوا من شده الموقف وشده العرض المسرحي. اهلا بيك يا استاذ عادل. اهلا استاذ، نورتني وشرفتني. الله يخليك. ومعايا كمان بينورني الاستاذه وسندريلا المسرح كما يسموها البعض، الاستاذه ساره رجب، اللي موجوده معانا النهارده وقدمت عرض مميز جدا، عرض البطوله، وكان هو سبب نجاح الفرقه وسبب نجاح العرض. اهلا بيك يا استاذه ساره. اهلا بيك. معايا بقى الطفله الجميله، الطفله المتميزه، الطفله اللي ذهلت واذهلت كل الموجودين وكل المتواجدين في العرض المسرحي. معايا بينورني الاستاذه، اسمك ايه؟ جنى. جنى عامله ايه يا جنى؟ الحمد لله. عملت العرض ده ازاي؟ المسرحيات اللي هي كنا بنعملها، فخلوني في العرض طول علشان انا كنت شطوره، فخلوني انا يبقى في التوب. برافو عليك. خليني اسالك يا جنى، انت اول مره تشتغلي تمثيل ولا اشتغلتي قبل كده؟ لا، انا اول مره، بس كمان انا قدمت علشان انا اول مره تقفي على المسرح. طيب كان كنت خايفة من الوقوف على المسرح والرهبة للجمهور والكلام ده؟ كنت خايفة؟ لا. شاطرة، برافو عليكي. قولي لي بقى، كلميني عن الدور بتاعك شوية كده، كنت بتعملي ايه؟ انا يعني كنت بمثل بعد. طب هقول لك على حاجة حلوة، ايه رأيك تقومي تعملي العرض هنا في بداية الحلقة؟ تقولي نفس الجملتين اللي قلتيهم في العرض. ماشي. يلا بينا. امسكي المايك. نفس المايك، خليكي معاك المايك. بصي كده، بصي كده، بصي للكاميرا. يلا. شفتوا البشر مليان حب، طوال ومح، طيب ليه ده ملاكة في النص؟ على فين هتحتك كده؟ إبليس كمان بيعتدك أنت أنت. برافو عليك. برافو. خليني كمان أسأل الأستاذة سارة، انت شاركتي في عروض طبعا قبل كده. وعلى فكره انا بمثل من وانا اصغر من جنى بشويه. تمام. كلمينا، طيب ايه الاختلاف اللي انت شفتيه في الدور اللي انت بتقدميه دلوقتي عن اللي انت قدمتيه قبل كده؟ هي جميله اصلا، يعني شخصيه مركبه. تمام. فيها مشاعر كتير واحاسيس كتير، عندها صراع كده ما بين انا عايزه الاسره وعايزه البيت وعايزه الدفء، وما بين لا انا لازم انتقم من اللي عملوا فيا كده. فهي
فيها تركيبة. شايفة في تنوع عن اللي انت قدمتيه قبل كده؟ اه طبعا. طيب ايه اللي خلاكي ان انت مثلا لما تتناغمي وتتوافقي مع الجروب اللي موجود او الجروب بتاع العمل من خلال الشخصية، ولا انت كنت قبل كده في سابق معرفة بالشخصيات وعارفينهم؟ انا اصلا في التيم ده من وانا اصغر من جنى مع استاذ اسلام سيد، وهو يعتبر اللي اكتشفني اصلا واكتشف موهبتي. هو مخرج العمل والمدرب بتاعي، ويعني هو مؤسس يعتبر الفرقة. تمام. فيعني احنا مع بعض من زمان، ومشوارنا بقى طويل مع بعض احنا والفرقة. هو مخرج المسرحية صح كده؟ تمام. سؤال الأستاذ بسام، يعني حضرتك في سلم النجاح وسلم حضرتك كنت يعني أحلام، في أحلام ورا أحلام ورا أحلام، إزاي اكتشفت فرقة المسرحية دي في الفن، مع إن حضرتك يعني تجاري، راجل تجاري وراجل بيزنس؟ اتفضل. هي موضوع الفن ده حاجة جميلة طبعا. تمام. لأي حد. أنا كنت بعيد جدا عن موضوع المسرح وموضوع الفن وموضوع الأدوار، بس هي جت صدفة بصراحة. فلما رحت المسرحية عجبتني جدا، شدتني بالفعل، وكانت حاجه جميله جدا. الجروب مع بعض هعمل حاجه كويسه، عامل حاجه واو بصراحه. انا في مشهد مع استاذ عادل انا بكيت فيه، فالموضوع لا مبدع جدا. الاب المصري اللي هو بيحكم بيته واولاده، لا في حاجات كتير حلوه جدا. من هنا جت الفكره ان احنا نكمل بعض في موضوع المسرح، لان المسرح مختفي بقاله فتره. تمام. مفيش بتاع ان احنا نحاول ننشط الدنيا دي مع بعض. انا اللي هقدر عليه اعمله معاهم، وهم بفنهم ودنيتهم، ان احنا نكمل الدنيا كلها كجروب. نعمل حاجه كويسه، نقدم تاني مسرح، ونقدم فن جديد، ونقدم ادوار حلوه، ونقدم ضحك للناس. معنى كلامك ان حضرتك عايز ترجع التراث القديم يا ريت والله اقدر ان انا ارجعه، لان فعلا دي خطوه كويسه. خطوه شدتني طبعا. طب خلينا نرجع للفنان عادل عمار ونساله بقى ايه الدور اللي انت كنت بتقوم بيه، واتكلمنا كده سريعا عنه نبذة بسيطة. انا كنت عامل دور الحاج جمال. تمام. الحاج جمال هو موظف بسيط ورب اسرة، وفي الواقع لما رشحني كابتن اسلام للدور ده قال لي انا شايف فيك شخصية الحاج جمال. قلت له ازاي يعني؟ قال لي انا شايف فيك الشخصية، وشك مصري اصيل، ولا بالتدريب، وطبعا بفضله هو طبعا في التدريب ده قدرت ان انا الحمد لله يعني اقنع الجمهور بشخصيه الحاج جمال، لانها يعني تعتبر شخصيه تمثل الشعب المصري والاب المصري بالتحديد. والاب المصري بالتحديد. ده شيء كويس جدا يعني. لا هو استاذ عادل بصراحه موهوب جدا. يعني هو لا ده حقيقه ان هو مش لاقي الفرصه او الكلام ده، هو موهوب جدا في ادوار الاب، زي ممثلين كبيره موجودين على الساحه هو لقوا فرصتهم، بس هو بصراحه يعديهم بمراحل، بس كل واحد بياخد نصيبه بتطور اكيد طبعا. طبعا والله شرف لينا ان حضرتك نورتنا في العرض يا استاذ. ده شرف طبعا. طيب خلونا نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نشوف باقي المجموعه وباقي الفريق، ونشوف هم بالصبر والمصابره وصلوا ليه. رجعنا تاني في حوار من قلب مصر، ومكملين مع الفرقة الجميلة، ومعانا مجموعة تانية بقى نتعرف عليها. نتعرف بيكي، كنت عاملة دور الأم صح كده؟ اتفضلي اعرفي نفسك. سوريا بخير. كلميني بقى عن الدور بتاعك وازاي عملتيه ودخلتي جوه الشخصية ازاي. انا كنت قايمة بدور اخلاص، مرات الحاج جمال، ام الياسمين والعلي. تمام. عيلة مصرية عادية، بتيجي بقى علينا واحدة من أمريكا وبتغير حياتنا كلها. من إسرائيل. تيجي تدخل عليك واحدة هي إسرائيلية بس المفروض إن هي جاية من أمريكا. تمام. يعني هي في الأساس ده اللي احنا بنكتشفه في الآخر. تمام. يعني هي في الأساس اللي احنا نعرفه الأسرة المصرية اللي تعرفه إن هي جاية من أمريكا. تمام. بس اللي بنكتشفه في الآخر إن هي إسرائيلية. بتدمر بقى حياتنا، بتدمر حياة ياسمين اللي هي قايمة بدور بنتي. وفي الآخر بنكتشف الحقيقة دي. طيب قولي لي، أنا عارفة طبعًا أنتِ في الحقيقة أم طبعًا. هل لقيت اختلاف ان انت كأم في الحياة من أم بتدخلي في شخصية في كاركتر على المسرح الكلام ده؟ أكيد طبعا. ايه بقى قولي لي ايه الاختلاف؟ في فرق كبير، يعني فرق كبير قوي، ان انا مثلا أم البنتين صغيرين وأم الولد وبنته ومسرح وكاركتر وشخصية لازم أعيش فيها، فكان صعب شوية. بس الفضل بقى الأستاذ إسلام سيد مخرج.
واستاذ محمد سامي المخرج المنفذ، هو ده الفضل ليهم يعني. تمام، تعالوا بقى نشوف بقى رقية. صح رقية، انا كنت عامله شطانه، معقوله انا شايفه كيوته خالص يعني، فين الشيطانه دي؟ طيب قولي لي عملتي ازاي بقى؟ انا كنت بعمل شياطين كتير في، كلمي على طول الكلام على طول، في مسرحيات. فعرفت ازاي ان انا اكرر نفس المشهد الاول اللي انا كنت فيه الشيطان في مسرحيه تانية. يعني انت لعبت دور الشيطان ده قبل كده؟ على طول كده مكرنك في الشيطان. عملت حاجه كوميدي قبل كده؟ كانت شقيه ولا حاجه كده؟ لا، كل اللي انا عملته ده شيطان. تمام. طيب لقيتي صعوبه هنا في الدور ده يا رقيه غير الادوار اللي عملتيها، ولا هي نفس التركيبه، ولا نوعتي، ولا عملتي ايه؟ لا، هي عشان انا عملتها كتير، ف هي كانت سهله عليا. تمام. يعني لو تتخض منك عم كده. طيب خلينا نرجع لحضرتك وعرفينا بنفسك والدور بتاعك وايه الشخصيه اللي انت قدمتيها. انا اسمي اسماء، كنت عامله دور ياسمين في جامعه، وكانت بنت لذيذه خالص، وفجاه جت جميله قلبتها من بنت كيوت لمدمنه، وبقت تزعق في مامتها وبقت متضايقه. عملت دور المدمنه ده ازاي؟ نمت على الارض كده وجالك الرعشه دي ازاي؟ الدور ده بقى اللي ساعدني فيه طبعا كابتن اسلام وكابتن محمد واستاذه ساره، دول ساعدني. اتدربت على الدور ده قد ايه؟ المده بتاعتها قد ايه؟ لا، لان الدور بجد دخل قلوب الناس، عارفه انت اللي هو ايه اللي بيحصل ده؟ ما اتدربتش كتير يعني، هو اسبوع بالظبط عرفوني الدنيا فيها ايه وادوني الورق، والحمد لله يا رب العالمين. اشتغلتي مسرح قبل كده؟ لا، اول مره. اول مره ودخلتي على طول وتطلع بالدور ده اول اسبوع كده على طول؟ اول مره. لا ما شاء الله. طيب ولقيتي بقى طبعا احنا عارفين ان الدخول في الشخصيه او ان انت تخشي جوه كاركتر معين وتطلعي من يعني شخصيتك الحقيقيه، ده بيحتاج زي مجهود ذهني وعصبي، ده عملتيه ازاي؟ وخصوصا ان انت نوعتي على المسرح من بنت عاديه لبنت مدمنه لا، انا درست المسرحيه كويس جدا، وشفت بنت ياسمين زي المفروض تبقى ازاي، من بنت كويسه جدا ليه فجاه بعد كده شويه بشويه بتتادمن من غير هي حتى ما تعرف، وفي الاخر بتبقى مدمنه خالص، معناها هي اصلا دكتوره وبتعالج ده تمام، فبتفوجئ بقى بنفسها ان هي ازاي بقت مدمنه، وبتذلل جميله لدرجه ان هي ممكن تبوس على رجليها وايديها يعني. طيب هو هنا الاستاذ بسام يعني حضرت بروفات، حضرت حاجات من الحضرات دي؟ كان اول مره احضر نوعيه بالشكل ده المسرحي، ان الدراما والبيت المصري والام المصريه والاب المصري والشيطان والفتنه واللي بتحصل وخافوا على البلد والكلام ده، كانت مؤثره جدا بالنسبه للمشاهدين. انا واحد من الناس يعني صراحه يعني في المشهد انا عنيد معاه. شفت العرض على طول؟ ما حضرتش تحضير لا لا، شفت العرض على طول، كانت الدعوه وحضرنا اول يوم، فبصراحه العرض شدني جدا. من هنا جت الفكره ان انا نكلم الفريق ونتعاون مع بعض، فالناس متعاونه جدا وعايزه توصل وان شاء الله يبقى في نجاح كويس باذن الله يعني. ايه رايك في المشهد اللي عملوه؟ مشهد جميل جدا، مشهد الام المصريه هي كانت قايمه بيه كويس جدا، مشهد البنت اللي هي ادمنت مره واحده واحده، بتعلم ان انت ما اي حد يديك حاجه من غير ما تعرف المفروض ما تاخدهاش طبيعي خالص، لازم تعرف ازاي. بس هي الفكره ان كان في تعديلات كتير وانا كلمتهم فيها، المفروض انت دكتوره بنت دكتوره، فمش اي حد يديكي حاجه تاخديها على طول كده، انت فاهم؟ يبقى في رساله لكل بنت مصريه. ما هي بقى الحته اللي هي ادتني اللزقه فخلتني تعبت، بقيت انا بقى اللي متجرجره ليها من غير ما اعرف حاجه. اللي هو اتجرجرت. المسرحيه كانت ماشيه كلها تركيب كويس جدا، مشاهد كويسه جدا، فريق حلو جدا يعني. الناس فعلا عندها الموهبه، او ممكن هي اول مره تمثل بس كان عندها الطموح ان هي تبقى تعمل حاجه، فبالتالي انت بتخش في الموضوع اسبوع اتنين خلاص انت الموضوع بقى عندك الرغبه وعندك القدره اللي انت هتعمل كده، فخلاص الموضوع بقى سهل بالنسبه لك. خلاص ناس عايزه تنجح طبعا. نكمل بعد الفاصل، هنرجع ليكم تاني وان شاء الله باذن الله مكملين معاكم في الحلقه دي، هتشوفوا حاجات حلوه. الشياطين والملائكة. النهاردة معايا الشياطين والملائكة اللي نورونا وأبدعوا في العرض المسرحي وأبدعوا في توصيل رسالة للمشاهدين والناس اللي كانت قاعدة بتحضر العرض. أهلا بيكم، نورتوني. اسمك إيه؟
عمر، عملت ايه يا عمر في المشهد بتاع الشياطين؟ انا حفظت الكلام وعديت بالدور اللي انا حفظته. اللي جنبك الشيطان الصغير. عملت ايه بقى في العرض؟ يعني حفظت الكلام وكنت بادي حلو، ما كنت بحفظ الكلام كل شويه. تمام. الملائكه الصغيره اللي جنبك على طول، اسمك ايه؟ اسمي جنى. جنى، عملت ايه يا جنى في العرض؟ كنت بادي دور ملاك، وبصراحه كان الدور جميل قوي. واحنا كان الكابتن اسلام كان بيدينا اللي هي السكريبتات وبنحفظها، وكنا بنادي اداء حلو. يعني اتدربت قد ايه على عشان تقديم العرض اللي قدمتيه؟ هو بصراحه انا عملت عرضين. تمام. العرض الاولاني اللي هو ازهار واشواق كنت اتاخرنا شويه علشان كان في تاجيلات وحصلت مشاكل وكده. والتاني على ما اظن ما خدناش، يعني ما اتدربناش كتير، بس ادينا اداء حلو. تمام. الملائكه الصغيره الثانيه. لا احنا كنا بنحفظ. اسمك ايه طيب الاول؟ رودينا. رودينا، عملت ايه يا رودينا في العرض؟ ملاك. كنا بنحفظ وكابتن اسلام كان بيحفظنا، كان بيتعب معانا كتير جدا. تمام. وبعد ما حفظنا بنعمل حاجات، ولازم نعرف احنا بنعمل ايه كويس عشان نعرف نعمل شخصيه كويسه. وقدمت شخصيات بصراحه، عرض ما يعني ملوش مثيل. عملت ايه انت بقى في العرض؟ اسمي منى. تمام. حاولت اتكلم. مورا. منى. منى. حاولت اتقمص الشخصية ومع الحفظ حاولت يعني اتقمص في ايه. كان دورك عبارة عن ايه طيب؟ ملاك. حاولت يعني اتقمص الشخصية عشان ايه اعرف امثلها كويس. ميرسي جدا يا ملاك. معانا ياسمين. ياسمين بقى الشخصية ولا اسمك؟ لا انا اسمي لقاء. اسم لقاء بس الشخصية ياسمين. ما هو فقولي لنا بقى ياسمين ايه كان دورها بقى وعملت ايه؟ ياسمين كانت طالبة في كلية الطب. اوكي. وبعد كده دخلت، هما كانوا اسره عاديه خالص وكان مستوى مادي حلو، مش سوري مش حلو، متوسط عادي. ودخلت عليهم حد اللي هي المفروض ان هي جميله، جت تبع الشيطان وكده ودخلت خربت يعني. على فكره لقاء عملت من عملت الدور ده ازاي؟ انا مش متخيل. لا فعلا ان هي يعني ما شاء الله شاطره، وان شاء الله بنتمنى لك برده ان احنا نشوفك بقى في اعمال بعد كده في مع ممثلين ونجوم بقى، ونشوفك نجمه ان شاء الله باذن الله. نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم علشان نعرف الفرق ما بين الخير والشر، ونشوف الصراع ما بين الخير والشر، مين اللي هينتصر في الاخر. تعالوا معانا ونرحب بضيوفنا في الفقره ديت. عزازيل. قول لي بقى ايه يا عزازيل بقى والفقرات اللي انت كنت بتعملها؟ اتفضل. عزازيل كان القصه بتاعت ابليس في البدايه، ان هو كان صراع ابدي ما بين الخير ما بين الخير والشر. تمام. كان التاريخ بيحكي عن الحرب ما بينه وبين الشر اللي هو ابليس. فده كان محور الصراع بتاع المسرحيه يعني. تمام. وكان المساعد ابن. بتاعك ابن. انا كنت ابنه. قد شكل ابنه؟ لا ماشي. لا لا بس خلاص هتعمل شكل ابنه ازاي؟ انا ما تخليش الجمهور يخاف يعني. المسرحيه. طيب هو عايز اعرف بس من حضرتك الشخصيه بتاعت عزازيل اللي انت قمت بيها. انت طبعا اكيد مثلت حاجه قبل كده صح؟ طيب ده كان يعني بيختلف الدور ده اللي انت عملته، عشان بما انك انت هنا بطل للعرض، عن ادوار تانية قدمتها، ولا كان الموضوع بالنسبه لك سهل وعادي؟ هو ما كانش سهل، هو اختلف جدا، لان كان بس طبعا بمجهود الفرقه بتاعتنا وبمجهود الفرقه كلها من اصغر واحد لاكبر واحد. وطبعا على راسهم كابتن اسلام وكابتن محمد سامي واستاذ ساره كتريننج يعني. فالحمد لله قدرنا ان احنا نوصل للشخصيه نفسها، نمسك الشخصيات كلها. طب في حد من الجمهور لما كان بيتفرج عليه كان بيحس باختلاف ان عزازيل ان ايه ده مش هو ده مثلا اللي احنا نعرفه بره او كده؟ بالظبط. كان حتى الاستاذ سراج كان قال لي انا كرهتك، يعني انا كرهتك في الدور. كويس، ده نجاح. ده نجاح. انا مبسوط جدا يعني. انا اصلا كان هدفي ان هو يكرهني. بس التاريخ بقى رمز الخير، قضيت المشهد ده ازاي؟ وازاي جالك الفكره اصلا ان انت تعمل المشهد ده؟ بص، هو انا عامه دايما متعود على الكاركترات او الشخصيات الكوميدي، زي ما كابتن اسلام موظفني دايما في الشخصيات دي.
اديته بصراحه باداء يعني عميق. الله يخليك فندم. يعني سبحان الله الدور ده بصراحه كابتن اسلام وكابتن محمد طبعا تعبوا معايا قوي 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 عشان خاطر اقدر اوصل لان انا ابقى رمز الخير في في المسرحيه دي. تمام. فطبعا مش عايز اقول لك اكتر من 3 أسابيع وانا في توجيهات وتعليمات واخد الشخصيه كاركتر غلط وبعد كده الكابتن اسلام يوجهني تاني ارجع تاني الكابتن محمد سامي يوجهني فيها تانية لحد ما وصلنا لشخصيه الخير اللي هي شخصيه التاريخ في المسرحيه. هل شخصيه الخير هي اللي نجحت وهي اللي كسبت في الاخر ولا الحمد لله طبعا ولا الشر؟ لازم في الاخر الخير دايما الخير هو اللي بيكسب في الاخر هو اللي يكسب. عزازيل يفوز علينا الخسائر اللي كانت بين الشر والخير ان هو خسر اهم جنوده اللي هو كان موظفهم عشان خاطر المفروض ان هو منزلهم ارض مصر عشان خاطر يقدر يفسد. وكانت الدوله الوحيده المستهدفه من جميع الدول من جهته هو ان هي الدوله المستهدفه ان هو يفسد اهلها. قال لك لو انا قدرت افسد اهل مصر يبقى معانا اتصال من مخرج منفذ العرض الاستاذ محمد سامي ونقول الو. الو ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. قول لي بقى بما ان حضرتك مخرج منفذ العرض ايه الحاجات اللي كانت صعبه بتقابلك وانت بتحضر البروفات والبروفات من اول بروفات الترابيزه لحد بروفات الخشبه؟ هو بامانه هو القصه ده بالذات يعني بنتعامل كاسره اذا كان استاذ محمد حسن تايجر التاريخ او اذا كان عزازيل او اذا كان جميله او اذا كان الحاج جمال الموضوع ما اتخذ بطابع اسري على راسنا الاسلام سيد الموضوع كان اسهل عشان الموضوع كان بحب الموضوع كان بهوايه الموضوع الناس كانت بتعمل حاجه هم بيحبوها. تمام. الموضوع فعلا شجعنا جدا ان احنا نلتقي بيهم لمستوى اعلى وهم اللي ساعدونا مش احنا اللي ساعدناهم في الاول. تمام. اكيد كلكم كنتوا بتكملوا بعض يعني. طبعا يعني تحس ان احنا بروفاتنا حتى تحس ان هي اسره قاعده مع بعض مش فرقه مش فرقه مسرح وجايين نشتغل هو مش شغل لا احنا بننفذ حاجه مع بعض كلنا. جميل قوي. جميل قوي ان احنا لسه الاستاذ كان لسه هيقول لحضرتك الكلام ده ما بحسش ان احنا في بروفا بحس ان احنا في اسره مع بعض. ان كمان بيبقى ده ظاهر يا استاذ محمد على المسرح للجمهور يعني لما بيكون في تعاون وحب ما بين الشخصيات وبعضها في البروفات والاندماج ده والحاجات اللي بتحصل بينهم ده بيبقى لطيف ان هو يظهر للجمهور وبيطلع العرض كمان فوق الرائع. طيب كان في حد عند حضرتك يعني مثلا بيبتدي يقول مثلا انا عندي تعليق صغير عندي فحضرتك بتدي الفرصه دي ولا بيبقى خلاص الاوردر هو يعني؟ لا هو في حريه اللي عايز يقول رايه يقول رايه. انا اول كلام اتكلمته معاهم يا جماعه انتوا ممثلين الممثل خيال اشتغل على نفسك. القرار في الاول في الاخر بيبقى القصه الاخراج بقياده الاستاذ اسلام سيد بس انت قول انت ممكن تطلع فكره ما جاتش في بالي انا. تمام. احنا بنتعاون مع بعض احنا عمل واحد. طب هل انا سامع ان المسرحيه العرض ده يعني داخل في جوائز وداخل في مسابقه قريبا يعني؟ باذن الله ربنا ييسر كده باذن الله داخلين كذا مسابقه يعني خلال الشهر ده في كذا مهرجان باذن الله بس ولسه في مفاجات كتير ليهم باذن الله. تمام. بشكرك يعني جدا استاذ محمد يعني عشان وقت الحلقه قصير جدا وبعتذر جدا المخرج اسلام محمد عن عدم حضوره وعدم تواجده معانا في الاستوديو بس هو اكيد طبعا موجود معانا بالروح بتاعته وطبعا نجاح الفرقه ده نجاح كبير ليه هو شخصيا. احنا نجاحنا كلنا بينسب للكابتن اسلام. تمام. والكابتن محمد سامي والاستاذه ساره لان لولا تعبهم وجودهم هما معانا احنا ما كناش ظهرنا بالمنظر. تعجبني في الفرقه دي بالذات يعني الروح الحب اللي بينكم والاجتهاد اللي بينكم. عايز اقول لحضرتك ان احنا فعلا كلكم عيله مع بعض. كابتن اسلام الاب الروحي بتاعنا كلنا يعني عايز اقول لك ان هو يمكن بيدي لكل واحد فينا الفرصه ان هو يقول الاسلوب اللي هو عايز يتبعه وهو يشوف اذا كان ينفع ولا لا. مش شرط ان هو مثلا بيقول لك لا اعمل كذا او اعمل الحركه الفلانيه او اتكلم بالاسلوب الفلاني. تمام. لا هو بيديك الفرصه ان انت تقول اللي عندك يمكن وجهه نظر اللي انت شايفها او اللي انت بتقولها. دور الاستاذ بسام. دور الاستاذ بسام داعم للفريق يعني عمل ايه للفريق؟ داعم للفريق طبعا. هو داعم لينا ما بيسيبناش في اي حاجه طبعا. كفايه كان وجوده الثلاث ايام كفايه وجوده معانا في المهرجان في الثلاث ايام ما سبناش. احنا بنشكركم جدا جدا نورتونا النهارده في الحلقه بجد كانت حلقه جميله جدا ليكم وان شاء الله باذن الله يعني بقول لكل واحد خليك ورا حلمك هتحققه
لكل مجتهد نصيب، وبالصبر وبالمصابرة هتاخد كل اللي انت عايزه وبتتمناه. بشكر زميلي الأستاذ شكري، نورتونا جدا، وبشكركم، وناخد التقرير بتاع العرض ونشوفكم في الحلقة القادمة من برنامج حوار من قلب مصر. في 22 من شهر سبتمبر قامت فرقة Family House Band بتقديم عرض مسرحي ضخم على خشبة مسرح ريفولي بوسط القاهرة تحت رعاية الفنان القدير أحمد ماهر وشركة سمايل ميديا برودكشن، حيث قامت الفرقة بتقديم العرض المسرحي عزازيل والجميلة الذي أثار إعجاب ودهشة كل من حضر هذا العرض. والجدير بالذكر أن المسرحية قد استمر عرضها لمدة 3 أيام، وكان العرض من بطولة كل من الفنانة الصاعدة سارة رجب والفنان أبو بكر المسلماني والفنان القدير عادل عمار، وكانت من تأليف محمود حنفي وإخراج المخرج المتميز إسلام سيد. وتدور أحداث المسرحية حول الصراع بين الخير والشر وانتصار الخير في النهاية بعد الكثير من الصراعات النفسية والجسدية التي يتعرض لها الإنسان ويتعرض لها من حوله. وقد قامت شركة سمايل ميديا برودكشن بتكريم الممثلين الصاعدين لما قدموه من جهد كبير ساهم في خروج العمل بهذه الكفاءة. بسام محمد عبد العزيز أنه يتنبأ لهم بمستقبل باهر. والجدير بالذكر أن العرض المسرحي عزازيل والجميلة كان برعاية شركة سمايل ميديا برودكشن وشركة توربيدو والتي يرأسها رجل الأعمال بسام محمد عبد العزيز. وقد حضر العرض المسرحي الكثير من الفنانين ومنهم الفنان القدير عبد الله مشرف والفنان محمد السعدني والفنانة الجميلة سيمون. شكرا جدا. ايوه قيد عيني. طيب العمل الكبير قيد عيني ودوني فيه صح كده؟ انا موزي عجبكم او ما عجبوش قولوا عجبكم جد يعني عجبكم اماني قيد عيني فظيع. طب الحمد لله تمام. الأستاذ بسام محمد صاحب شركة توربيدو هو اللي هيكرم الفنانة الكبيرة سيمون والإعلامي والفنان شكري شعبان، فيا ريت نحييهم لأن هم أصحاب مبادرة مسرح ريفولي لدعم المواهب الفنية الشاب. اتفضلوا. فجالتنا الكبيرة سيمون بنقول لك شكرا. هو كلمة شكر بسيطة على شكل أبسط وأجمل في وجود حضرتك معانا النهاردة. تحية كبيرة للفنانة سيمون. تحية. وقد حضر أيضا الصحفي الكبير محمد سراج، كما حضر أيضا على مدار أيام عمل العرض رجل الأعمال بسام محمد عبد العزيز والإعلامي شكري شعبان مقدم برنامج حوار من قلب مصر ومدير شركة سمايل ميديا برودكشن، والمخرج محمد كمال مخرج الإعلانات الخاص بشركة سمايل ميديا برودكشن. وقد تم تكريمهم بنهاية العرض لمجهودهم العظيم في تقديم هذا العرض المسرحي. كان معكم محمود أيمن. حوار